شعبنا العظيم، نحييكم اليوم وقد عادت جموعكم بسلام بعد أن سطرتم لوحة جديدة من لوحات المجد ووضعتم بصمتكم المميزة مرة أخرى على صفحات التاريخ. لقد كان حشدكم عظيما، وكان تنظيمكم رائعا، وقدرتكم على الالتزام بأهداف المسيرات ومساراتها درسا لنا نتعلم ونستفيد منه، ونحن نعيش معكم لحظات الفخر بكم والخوف عليكم من تأثيرات جائحة كوفيد-19. فلم يكن لدينا تحفظ سياسي أو قانوني على حقكم في التعبير ورغبتكم في تصحيح المسار واستعادة ألغ الثورة بقدر ما كان خوفا على صحة وسلامة الجميع ورغبة في تجنب ما من شأنها أن يزيد من انتشار الجائحة. فشكرا لمن بذل الجهد في نشر الوعي الصحي وتجهيز المعينات والمعقمات، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. أهلنا في المدن والقرى والنجوع، لقد كان صوتكم واحدا، وكان شعاركم موحدا، وكانت مطالبكم محل إجماع، وهي نفس المطالب التي خرجتم من أجلها في نضالكم الممتد من ديسمبر العظيم حتى أبريل، ثم تجدد في 30 من يونيو 2019. انتظمت صفوفكم في كل شوارع السودان تهتف بالعدالة والحرية والسلام، بالقصاص للشهداء، وبالسعي لتحقيق الأهداف التي قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لها. إن حكومتكم الانتقالية التي جاءت بإرادتكم وبتفويضكم تود أن تؤكد مرة أخرى إن رسالتكم قد وصلت كاملة، وأنها عازمة على الاستجابة لهذه المطالب، وستبدأ منذ يوم غد في العمل الجاد على تحويلها لقرارات تنفيذية. وفي نفس الإطار تتواصل الحوارات مع الإخوة في حركات الكفاح المسلح لتتويج مسيرة مفاوضات السلام التي تواصلت لتسعة أشهر باتفاق سلام، نأمل أن يكون مدخلا لتحقيق السلام الشامل والاتجاه نحو معارك البناء والتنمية. هذه التظاهرات ورغم عن سلميتها إلا إنها سجلت سقوط شهيد جديد في أمدرمان ندعو له بالرحمة والمغفرة، كما سجل سقوط عدد من المصابين في العاصمة والولايات نتمنى لهم عاجل الشفاء، ونؤكد أن الأجهزة العدلية ستجري تحقيقا شفافا لتحديد المسؤوليات ومعاقبة مرتكبي هذه التجاوزات غير المقبولة مهما كان مصدرها. فلنجمع أيادينا معا ولنعمل كقوة واحدة موحدة لتحقيق مطالب شعبنا والعبور ببلادنا نحو فجر جديد. التحية مرة أخرى لكم، المجد والخلود لشهدائنا، فليحفظ الله السودان وشعب السودان، مجلس الوزراء الانتقالي.